مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شكر مقدم البرامج إسلام عريس متابعيه بعد خروجه من السجن، وهذا بعد أن أتم عقوبته مدة 3 سنوات حبس نافذة إثر قضية تهريب وترويج مخدرات. السلام عليكم ليكيب، جيسبر فوزالي بيان وصحتكم بخير. بون درت هاد لابتيت فيديو جوست باش نقول لكم يعطيكم الصحة على لو سوتيان ديالكم، على الوقفة ديالكم معايا، هادي ما نساهلكمش إلى يوم الدين. بور فو ميساج بو كومونتير، والله غير يعطيكم الصحة. تشوف واحد لي ميساج يلحقوك، واحد لي كومونتير تقول صافي فريمون شوكو، تحس باللي مالغري الناس بالك اللي ما يعرفش، بالك اللي ما على بالوش واش صرا في الحكاية، ما على بالوش كاع واش كاين. ملي تلقاه واقف معاك ويسوتنيك وشغل يدعمك لا بغا بكلمة، والله غير يعطيكم الصحة. تحس باللي حنا صح جزائريين كيما نقولو، سودي بيناتنا من بعد. نقولكم يعطيكم الصحة بزاف بزاف، وإن شاء الله كيما يقولوا القادم أجمل وأحلى إن شاء الله. بارك الله فيكم، وملاقاة لكم إن شاء الله يا ربي. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.